تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، صوت القاهرة في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. فيلم الطفل 44، فيلم أمريكي جديد إنتاج هوليود اسمه الطفل 44. الطفل 44 الفيلم بيتكلم، هو إخراج دانيال سبينوزا. الفيلم بيتكلم على إنه أيام الاتحاد السوفيتي وأيام ستالين كان فيه مذابح للأطفال أو عمليات اغتيال منظمة ومسلسلة ومستمرة للأطفال. في عملية منظمة كل شوية لاغتيال طفلة، ده حسب الفيلم. ففي ضابط مخابرات سوفيتية كي جي بي بعد ما خرج من الخدمة قرر إن هو شخصيا يفتح تحقيق يشوف مين اللي بيقتل الأطفال أو إيه السر وراء عمليات اغتيال الأطفال في الاتحاد السوفيتي في زمن ستالين. الحكومة السوفيتية وقفت ضد هذا الضابط، وطبعا المعنى الواضح أن الحكومة السوفيتية حكومة موسكو كانت مع اغتيال هؤلاء الأطفال وضد أي تحقيق مستقل لكي يكشف من الجاني في هذا الأمر. دي قصة الفيلم اللي هو الطفل 44. الفيلم ده راح روسيا وشركة روسية لعرض الأفلام الأجنبية اشترته وجاية تعرضه في دور السينما. وزارة الثقافة الروسية منعت عرض هذا الفيلم في دور العرض السينمائية الروسية. روسيا بتقول ده احنا في الذكرى 70 لانتصارنا على النازية، وقتها كان الزعيم الروسي هو ستالين، فما ينفعش في الذكرى 70 نعرض فيلم زي ده بيسيء إلى هذه الذكرى وبيحاول يدي صورة سيئة للروس ويظهر ان احنا قتلت أطفال. هنا نقطة مهمة جدا، إن لما دولة تشوف إن في فيلم بيسيء إلى الصورة الوطنية أو إلى التنشئة الوطنية أو إلى التاريخ القومي لبلدها ممكن توقف عرض الفيلم. في حرية وحرية مؤكدة، إنما الوقت اللي فيه صدام كبير بين هذه الحرية اللي بيستخدمها الآخرون علشان تدمير مجتمع أو حتى مش تدمير وده كلام كبير، إنما من أجل التنغيص عليه أو الإساءة لذكرى مهمة عنده أو تشويه حدث تاريخي مهم في قلوب أو في قلب هذا الشعب، في هذه الحالة ممكن نلاقي الموقف زي ما حصل في روسيا هو منع عرض هذا الفيلم في دور السينما الروسية. طبعا الحرب بين روسيا وأمريكا بتصل من الأفلام إلى احتمالات حرب نووية. محلل فرنسي يتحدث عن حرب بين روسيا وأمريكا. جنبه المحلل الفرنسي كتب تحليل مهم جدا موقع روسيا اليوم اهتم بيه وبالتالي زاد أهمية هذا التحليل. بيقول المحلل الفرنسي إيه؟ بيقول إن الصحافة الأمريكية تتكلم دلوقتي على احتمالات ضربة نووية أمريكية لروسيا. هنا بقى حط 200 خط، ده موضوع في منتهى الصعوبة، 200 خط تحت هذا الموضوع، إن الصحافة الأمريكية بتتكلم عن احتمال توجيه ضربة إجهاضية، ضربة استباقية أو ضربة وقائية نووية أمريكية لروسيا. المحلل الفرنسي بيقول إيه؟ بيقول إن أمريكا فشلت إن هي تسيطر سياسيا على روسيا وإنها تسقط النموذج الروسي، وبالتالي ممكن ينشأ نزاع مسلح. طالما فشلت سياسيا ممكن تلجأ للخيار العسكري، وده كتير جدا بيحصل في التاريخ، لما في قوة عظمى تفشل في السياسة تلجأ إلى السلاح. فأمريكا قد تلجأ إلى السلاح، إذا لجأت للسلاح هتوجه ضربة نووية لروسيا. الضربة النووية ديت ممكن الروس يتلقوها ويدمروا الصواريخ اللي جاية من أمريكا، لأن الروس عندهم دلوقتي منظومة S-500 اللي هي ممكن تدمر أي صاروخ بعيد المدى جاي من أمريكا. ما هي أمريكا هتضرب روسيا نوويا إزاي؟ هتطلع صواريخ من القواعد العسكرية الأمريكية تطلع على روسيا محملة برؤوس نووية، تنزل بقى الرؤوس النووية دي تدمر روسيا. فروسيا عندها S-500 اللي هو يقدر يواجه هذه الصواريخ ويسقطها قبل وصولها لأهدافها. لكن محلل الفرنسي بيقول طيب الغواصات الأمريكية حتى لو إن الروس قدروا يوقعوا هذه الصواريخ، يعني برضه هتدمر المكان اللي هتقع فيه، إلا إنه الغواصات النووية الأمريكية هتطلق صواريخ،
يبقى انت في ضربه نوويه جايه من الاراضي الامريكيه، صواريخ تعدي لروسيا، وفي ضربه نوويه من تحت الميه، غواصات نوويه بتبعت صواريخ برضه لروسيا. في هذه الحاله هتنجح هذه الصواريخ، وهتضرب اسرائيل، هتضرب روسيا ضربه موجعه، وهذه الضربه الموجعه هتؤدي الى تدمير مدن ومساحات كبيره في روسيا. لكن روسيا اصلا مساحتها شاسعه، فالمحلل الفرنسي بيقول ان طالما مساحتها واسعه وشاسعه بهذا الاتساع الكبير، فروسيا تتلقى الضربه هتتدمر فيها مدن ومساحات ومناطق، انما هتكون قادره بعد الضربه دي انها ترد على امريكا. طيب هترد ازاي؟ هو بيرجح ان الغواصات النوويه الروسيه اللي هترد. يبقى اذا لو ضربه نوويه من امريكا لروسيا، روسيا هترد بضربه نوويه من الغواصات النوويه الروسيه. وهذه الغواصات موجوده طبقا للكاتب الفرنسي قرابه السواحل الامريكيه، سواء السواحل الامريكيه في المحيط الاطلنطي او السواحل الامريكيه في المحيط الهادي. فالغواصات موجوده تحت الميه قريبه من السواحل. يبقى لو روسيا خدت ضربه نوويه هترد نوويا من هذه الغواصات تضرب امريكا نوويا. الكاتب بيقول لو ده حصل هيتم تدمير امريكا بالكامل، ان كل امريكا قد تنتهي. طبعا ده ممكن يعزز بقى حرب نوويه متبادله، فامريكا ترد روسيا ترد، ده يؤدي الى نهايه الكوكب. كل هذا الكلام مطروح من نص قرن، ان وارد حرب نوويه بين روسيا وبين امريكا. انما هذا الكلام ساعات بيطلع بقوه وخطر، وساعات بينزل بقى مجرد كلام للتحليل وتوقعات بعيده المدى. انما دلوقتي البعض بيقول ان احنا ممكن نكون على وشك حاجه زي كده. كان قبل كده عن الساعه النوويه او ساعه العالم، اللي هو المخاطر اللي ممكن تحيق بالكره الارضيه لو في حرب نوويه، ولان العلماء كلهم بيتوقعوا ان حرب نوويه محتمله. لما دلوقتي كاتب فرنسي يعاد نشر كلامه في روسيا اليوم، هو بينقل من الصحافه الامريكيه ان وارد تكون في ضربه نوويه امريكيه لروسيا تعقبها ضربه نوويه روسيه لامريكا. هنتكلم على سيناريو يوم القيامه او حرب نوويه متبادله بين موسكو وواشنطن. وفي هذه الحاله طبعا هيتم انهاء روسيا وانهاء امريكا، لكن في السكه هيتم انهاء كوكب الارض بكامله. وفاصل ونكمل. الغزو الامريكي لافغانستان. فاكرين حضراتكم الاجيال اللي عاشت 2001 لما كان الغزو الامريكي للعراق؟ الشباب الصغير يمكن ما كانش عنده الوعي الكافي، الاطفال ما عندهمش درايه عن ذلك، انما وقتها كان كل وسائل الاعلام بتتكلم انه غزو افغانستان ده هيؤدي الى الرخاء والسعاده. الدبابات الامريكيه اللي داخله في الغزو هتخلي افغانستان ديت سويسرا اسيا. مركز امريكي في تقرير علمي اكاديمي عد الناس اللي ماتوا نتيجه الحرب او الغزو الامريكي لافغانستان بحجه محاربه الارهاب. وفي النهايه امريكا سابت افغانستان للارهاب، ووضع أسوأ. كان قبل كده طالبان سابتها لطالبان، ومعها داعش ومعها القاعده ومعها اخرين واحزاب شيعيه متطرفه احيانا. سابت كل ذلك وخرجت امريكا، وخرج حلف الناتو، وترك افغانستان لمستقبلها الصعب. مات كام بقى في اللعبه الصغيره ديت؟ 100 مليون قتيل. وصيب كام؟ 100,000 قتيل و100,000 جريح. ده تقدير اكاديمي امريكي. 100,000 قتيل و100,000 جريح في افغانستان وباكستان نتيجه ما سميت الحرب على الارهاب. وفي الاخر لا أمريكا قضت على الإرهاب، بل قضت على 100,000 شخص هناك، أمريكا والطرف الآخر اللي هو الإرهابيين المتطرفين. وفي النهاية تركت أفغانستان لمصيرها. من المقبض والمؤلم أن هذا مركز سأل خبراء في أفغانستان وباكستان، قالوا أن لسه دوامة العنف قادمة، وأن لسه المنطقة بعد خروج الناتو وأمريكا من المكان هتقبل على مرحلة أصعب من المراحل السابقة. إذن كده المخطط اللي هو على الإسلام كدين
على المسلمين كأمة أصبح واضح تماما. نتكلم على أفغانستان وباكستان، تترك الآن لمصيرها لانهيار ودماء قادمة. بنتكلم على داعش في المشرق العربي، يعني وسط آسيا أو آسيا الوسطى، وبعدين غرب آسيا، وبعدين شمال إفريقيا، وبعدين غرب إفريقيا في نيجيريا بوكو حرام، شرق إفريقيا في الصومال. يعني تحزيم العالم الإسلامي من كل مكان، شرقا وغربا شمالا وجنوبا، بالإرهاب والتطرف. ولما الغرب يتدخل بحجة مقاومة الإرهاب، في الواقع بنلاقي دماء، بنلاقي جرحى، ثم يترك الغرب الوضع والأمة الإسلامية في وضع أسوأ مما كانت عليه. الغرب قطعا لا يدافع عن الإسلام ولا يدافع عن المسلمين ولا يقاوم الإرهاب، لأن الإرهاب فائدة والإرهاب مقدمة للاستعمار الجديد للمنطقة. 6. دماغ ثالث في جسم الإنسان. في مواقع علمية العلماء دايما بيتكلموا على الدماغ وعلى النخاع الشوكي، كأنهم دماغين، الدماغ والنخاع الشوكي، إنهم بيعملان معا. جامعة كولومبيا فيها باحثين توصلوا إن في دماغ ثالث في الأمعاء. الدماغ الثالث في الأمعاء، علماء جامعة كولومبيا بيقولوا إنه على خلاف الدماغين الآخرين، يعني الدماغ والنخاع الشوكي بيشتغلوا مع بعض، لكن الدماغ اللي علماء كولومبيا بيقولوا إن هم اكتشفوه داخل الأمعاء بيعمل لوحده. يعني حتى في الأوقات اللي فيها فقدان اتصال بالدماغ أو النخاع الشوكي، الأمعاء بتشتغل لوحدها بغض النظر عن اتصالها وتلقيها أوامر من الدماغ أو اتصالها بالنخاع الشوكي. أهمية ده إن العلماء هيدرسوا الأمعاء بنظرة أخرى، إن في دماغ ثالث في الإنسان لا ينتظر فقط الاتصال بالنخاع الشوكي أو الدماغ، وإنه في حركة داخلية ذاتية عاقلة جوه الأمعاء مستقلة عن الدماغ وعن النخاع الشوكي. العلم كل يوم يفاجئنا بجديد، لكن في ناس بتاخد العلم من أجل تدمير وتخريب أمم، في ناس بتاخد العلم من أجل إحياء الأمم وإحياء الإنسان. وفاصل ونكمل. صوت الأرض. هل في صوت لكوكب الأرض؟ هل كوكب الأرض هو بيدور حوالين نفسه وبيدور حوالين الشمس، وهو والشمس كله بيدور في أفلاك وضعها الله الخالق سبحانه وتعالى؟ فهل لكوكب الأرض صوت؟ هل في صوت للفضاء؟ بعض العلماء بيستخدموا تعبير همهمة السماء، يقصدوا أصوات الفضاء القادمة من خارج كوكب الأرض. فهل يا ترى في أصوات فعلا بتيجي من الفضاء الخارجي؟ أن الفضاء ليه صوت؟ الأرض لها صوت؟ العلماء بيقولوا طبقا لموقع ديسكفري العلمي 2012، نمرة واحد بيقول إن الكوكب ليه صوت، بس صعب إن الأذن الطبيعية تسمع هذا الصوت، الأذن البشرية ما تقدرش يصلها، ما تقدرش تسمع صوت الكوكب. نمرة اتنين، في ضجيج في الطبيعة، ضجيج في الفضاء، لكن برضو هذا الضجيج صعب يوصل للأرض. نمرة تلاتة، شركات اتصالات الأقمار الصناعية كل اللي موجود ده عامل دوشة، في دوشة كونية ودوشة فضائية ودوشة إلى جوار الكوكب، لكن برضو ده بيصلش إلى الأرض. العلماء بيقولوا في موقع ديسكفري العلمي إنه مستحيل نسمع هذه الأصوات، لكن دلوقتي على موقع يوتيوب في مقاطع كتيرة آخرها من منطقة كولومبيا البريطانية في كندا، إن الناس ممكن يسمعوا أصوات الطبيعة أو الهمهمة القادمة من أعلى، بيبقى زي صوت بوق هنسمعه دلوقتي، وطبعا مثير جدا علميا، وده حصل في أمريكا، حصل في روسيا، في أوكرانيا، في دول كتيرة جدا، في مقاطع كتيرة لدول كتيرة فيها ناس سمعوا صوت الكوكب أو أصوات الفضاء. ديسكفري بتقول إنه يستحيل إن ده يحصل، لكن دول بيأكدوا إن ده حصل وإنهم سمعوا هذه الأصوات، صوت كوكب الأرض أو الضجيج الفضائي.
Do you guys hear that? It's weird. I've never heard anything like that before. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.